بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل إن شاء الله سلسلة فيديوهات إلبو أند فور أرم بين، وكلمنا على الدياجنوستيك تيستس، وكنا بدأنا من ضمن الدياجنوستيك تيستس اللي هي بلين راديوجرافز. والفيديو السابق خدنا البلين راديوجراف في الأدلت وإيه، وشوفنا ازاي تتعامل معاها وهتشوف ايه، والبون لاند ماركس اللي موجوده واسمائها ايه، والكومن كوزز اوف اني ليجنز في كل الاستراكشرز بتاع الصوره نفسها، من السوفت تيشو للبريوستيوم للكورتكس المدلة والجوينت. ده بالنسبه للادلت. يهمني بقى في الفيديو ده، لان ساعات بتعدي علينا كتير وبرده مش واخدين بالنا منها، اللي هو تعمل انتربريتيشن للبلين راديوجراف في التشيلدرن. لان طبعا الانتربريتيشن بتاع تشيلدرن بلين ريديوجراف للالبو فيه شويه مشاكل نتيجه ان طبعا زي ما احنا كلنا عارفين الاوسيفيكيشن بتاع الابيفيسس فيه سكسيسيف ابييرنس للايه، للاوسيفيكيشن سنتر. كل سنتر له وقت معين، وبرده بيختلف في احيان كتير من الايه تبع الجندر وتبع الريس بتاع التشايلد. فلو ما كناش عارفين التوقيت اللي بيظهر فيه الابيفيزيال سنتر ده في البلين اكس راي، هتعمل لك لخبطه خالص، خصوصي لما يحصل ايه فراكشر وديسبيسمنتس للايه لبعض الاستراكشرز اللي موجوده او بعض الابيفيسز اللي موجوده. يا هل ترى هو كان ده موجود ولا مش موجود، والمفروض اشوف الاشعه ولا ما بشوف، ما بيبانش في الاشعه لسه كارتج زي ما هو. فانا حبيت في الايه في الفيديو ده ان احنا ناخد فكره هاو تو انتربريتيت للايه للبلين اكس راي في الريتشن. زي ما انتم شايفين في الدايجرام دوت، الدايجرام ده بيبين لي طبعا هو ده الانتروبوسير فيو، الانتروبوسير فيو للالبو. ده الدايجرام ده بيبين لي الايه التوقيت اللي بيظهر فيه الفيزيال سنترز اللي حوالين الالبو جوينت في انهي سنه. يعني في اختصار بسيط خالص اللي هي كلمه كايت، سي اي تي اي، كايت اللي هي الايه، سي اللي هي الكابيتولم، الاي اللي هو الانترنال ايبيكوندايل، التي اللي هي التروكليا، والاي اللي هي الاكسترنال ايبيكوندايل. يبقى الكايت اللي عباره عن ايه، سي كابيتولم، اي انترنال ايبيكوندايل، تي تروكليا، اي اكسترنال ايبيكوندايل. الاربعه ورا بعض دول يبدا يظهر لي الابيفيزيال سنتر بتاعتهم عند 3 6 9 12 year، يعني عند سن 3 سنين يظهر لي الكابيتولم اللي هي السي، عند سن 6 سنين يظهر لي الايه انترنال ايبيكوندايل اللي هو بين قوسين ميدال ايبيكوندايل، يعني انترنال ايبيكوندايل يبقى يظهر لي عند 6 سنين. التروكليا ايه تبان لي عند 9 سنين، الاكسترنال ايبيكوندايل يبان لي عند 12 سنه. يبقى 3 6 9 12 اللي هو كايت، سي اي تي اي. ده عشان ما ايه اختصار بسيط كده عشان ما ننساش بتبان امتى. لما بعمل اكس راي عند سن معين يبقى متوقع ان الاكس راي دي هتبان لي ايه، انهي ابيفيزيال سنتر هيبان لي عليها. الهيد اوف ذا ريديوس ده عند 4 لوحدها بقى خالص، احنا بنتكلم على الحاجات اللي هي اللور اند بتاع الايه الهيومرس، لكن عند 4 بقى لوحدها عشان ما تلخبطكش، ده اللي هو الايه الابيفيسز بتاع الريديوس. اوكي، المشكله بقى في بعض الاحيان ان هو نيجي ايه، انا عندي يعني مثلا الصوره دي او الدياجرام ده، الدياجرام ده عندي ده نورمال وده بوست فراكشر. ان الدياجرام ده لتشايلد عنده 6 سنين، تشايلد عنده 6 سنين، يبقى نقف عند كلمه ايه 6 سنين. 6 سنين يبقى هنا ان هو هيبقى موجود عندي، اتوقع الكابيتولم موجود، واتوقع الميديال ايبيكوندايل موجود، واتوقع هنا الايه الايه الابيفيسز بتاع الريديال هيد. اللي مش متوقع انه موجود او مش هيبان لي في الصوره اللي هو التروكليا والاكسترنال اي بي كوندايل. يبقى لما باجي اعمل اكس راي اهوت في النورمال، انا عندي الايه الميديال اي بي كوندايل موجود او الانترنال اي بي كوندايل، والكابيتولم موجود، والهيد والابيفيس بتاع الهيد اوف ذا ريديوس موجود في الايه انتروبوستيريور فيو، وفي اللاترال فيو مبينين الهيد والكابيتولم موجوده. طيب لو حصل فراكشر بقى في الحته دي، حصل فراكشر انجري للايه للالبو جوينت، حصل انجري للالبو جوينت وعملت بلين اكس راي، تتوقع ايه؟ ان ما لقيتش الميديال ايبيكوندايل، يبقى لا خلاص حصل له في الحته دي. هو عنده كام بتقول؟ عنده 6 سنين، يبقى 6 سنين موجود الكابيتولم،
وموجود الايه الميديال ايبيكوندايل وموجود الابيفيسس بتاع الهيد اوف ذا ريديس. يبقى لما بعمل الاكس راي من الايدج ده في الانتروبوستيريور فيو قبل ما تعمل بقى اللاترال فيو كمان اعمل لي لازم الانتروبوستيريور فيو في الايه يتعمل باي لاترال على البوست سايز بتاع بوست البولز عشان الكومبير يمكن الواد متاخر عنده تاخير في بينه الافيس. يبقى اللي هتبص اللي هو الايه الانجرد البو زيه زي الهيلث البو الاثنين ما ظهرش فيهم الميديال ايبوكوندايل يبقى خلاص يبقى ايه الموضوع لسه الواد ما ظهرلوش فيه نوع من التاخير لاي سبب من الاسباب. طيب عملت الاكس راي باي لاترال ولقيت فعلا على الاذر سايد موجود الميديال ايبوكوندايل يبقى في الحته دي لا هو من هنا ايه ديسبليس وممكن يكون ايه طلع لي قدام في الايه على الانتيرو اسبيكت. ولما عملت الاكس راي حصل ايه الاثنين على بعض اللي ما بنوش لانه هو دخل ايه اوفرلابد على سواء بقى على اللور اند بتاع الريدس او على الايه الارم او الايه الابر اند بتاع الريدس او الارم او اللور اند بتاع الهيومرس. في الحته دي انا بعمل ايه بعمل لاترال فيو زي الحاله دي. انا ست سنين اهو عملت الانتروبوستيريور فيو فين الميديال ايبيكوندايل المفروض موجود اهو في النورمال. لا مش موجود هنا مش موجود هنا في الانتروبوستيريور لكن الكابيتولا ايه موجود. خدت بالك والهيد بتاع الريدس الابيفيس بتاعها موجود هنا في اللاترال فيو. بقى لما عملنا اللاترال فيو اللي هو واضح ان هو ايه جيب الانتروبوستيريور فيو اهو بان لي في الانتروبوستيريور اسبيكت بتاع الجوين. يبقى لما ما لقتوش اعمل اللاترال فيو وبرده معاه ما لقتوش بنعمل اللي هو الايه البوست سايز بتاع البوجوين في الانتروبوستيريور فيو. يبقى كده انا كنت عارف التاريخ بتاع ظهور الابيفيسس بتاع الميديال ايبيكوندايل دورت عليه وممكن تفرق معايا كتير او ان انا هسيبه بقى موجود في الانتيرير اسبكت بدا يعمل لي لوك للجوينت وبدا الديسبليسد للايه كومون فلوكسورتون هدخل في شغلانه ثانيه خالص. لكن انا لما هعمل ريدكشن لا هرجعه اوبكي واير او الانترنت فيكسيشن زي ما هيجي معايا ايه هقدر اثبته وارجع اكون اتعاملت مع الحاله بصوره كويسه بالنسبه للايه للحاجات الاورثوبيك. ده طبعا ايه دي صوره للطفل عنده 8 سنين ايه ده بنين اكس راي انتروبوستيريور فيو للالبو عند طفل عنده 8 سنين. يبقى اتوقع هنا ايه اتوقع منها ان هنا الايه الميديال ايبيكوندايل اللي موجود واتوقع ادا الكابيتلا وده الميديال ايبيكوندايل ولا الهيد اوف زاريت. ما اتوقعش ان يكون موجود في عنده ايه لا التروكليا ولا اللاتر ايبيكوندايل. زي ما انتم شايفين خالص الميديال ايبيكوندايل واضح حاطه الابيفيس بتاع الميديال ايبيكوندايل ظهر في الصوره هنا اللي الكابيتولا موجود قدامي واضح الهيد اوف ذا ريديوس واضحه ما عنديش بقى اللي هو الايه التروكليا مش موجود مش موجوده من هنا ولا اللي هو اللاترال ايبيكوندايل هنا مش موجود. يبقى ما اجي اتعامل معاها انا متوقع ان هو ده وده بس ما اجيش اقول بقى اللاتر ايبيكوندايل حصل له ايه ديسبليسمنت وشغلانه من ديت. لا انت يبقى عارف ان اللاتر ايبيكوندايل ما ظهرش لانه بيظهر عند 12 سنه والتروكليا برضو ايه الابيفيز بتاع التروكليا مش باينه لانها بتظهر لي عند ايه 9 سنين. لكن اللي بيظهر لي في الفتره دي اللي هو الكابيترام اللي هو 3 سنين والميديال ايبيكوندايل اللي هو 6 سنين والهيد اوف ذا ريدس اللي هي عند 4 سنين. ده حبيت ان انا ايه اديكم فكره بسيطه اللي هاو تو ديل وز ايه بلين اكس راي ان تشيلدرن. فاحفظوها كويس جدا واعرفوا ايه الاختصار بتاع الكايت اللي هو 3 6 9 12 للكابيترام والانترنال ايبيكوندايل والتروكليا والايه اللاترال ايبيكوندايل والاربعه الوحيده خالص اللي هي الهيد اوف ذا ريدس عند 4 سنوات. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمه نكمل برضو لا شويه بدايجرامات في الاول خالص ايه الحاجات اللي انا هدور عليها في الالبو جوينت وادور عليها فين ولما اشوفها تديني هنت على ايه بالنسبه للدايجنوزس وبعد كده ناخد اشعات بقيه الايه البلين اكس راي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.